خلال الدوره من اللياقه البدنيه العسكريه اللي يخضع لها كل مقاتل، كمان معارقنا المتقدمه ان شاء الله في اراضي المغتصبه، فبتحتاج الى تكتيك جديد بما يناسب الساحه. فلازم نحن نعد المعسكرات، نرفع لياقه التكتيك اولا واللياقه العسكريه التي يخضعها المقاتل، بحيث يكون المقاتل في الساحات كمشاة يكون عنده اكتفاء ذاتي من ناحيه التكتيك العسكري والدفاع والهجوم، حتى في الرباط والرصد يكون متعلم. والامر الثاني يكون رفع مستوى الانضباط العسكري، لانه الانضباط العسكري هو اللي بيقدر المقاتل بيحسن يحقق انجازات واهداف بالانضباط العسكري واقل خسائر من المقاتلين اللي خاضوها. خضعنا لدورة تدريبية مدتها 15 يوم. أخذنا أثناء الدورة دروس رفع اللياقة البدنية والتكتيك العسكري ووضعيات الرماية